أهلا بكم. عبر نشطاء التواصل الاجتماعي عن آرائهم اتجاه استراتيجية ترامب الجديدة للملف النووي الإيراني الذي أصاب إيران بالفزع بمجرد تلويح الرئيس الأمريكي بإلغاء الاتفاق النووي. وعن هذا الموضوع كتب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على تويتر تغريدته قائلا: البيانات السعودية والإماراتية والبحرينية المؤيدة لاستراتيجية الرئيس ترامب اتجاه التحدي الإيراني معبرة عن الدعم الإقليمي لاحتواء نفوذ طهران. يأتي تصنيف الخزانة الأمريكية لقوات الحرس الثوري كمنظمة إرهابية إشارة قوية ستسهم في وضع حد للنشاطات الإيرانية الخطيرة ودعمها الرسمي للإرهاب. وعن هذا الموضوع غرد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على تويتر قائلا: تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية وإدراجه في قوائم الإرهاب يشكل خطوة محورية في تحديد أحد أهم مصادر الإرهاب في المنطقة والعالم. وغرد الإعلامي السعودي سلمان الدوسري عن الفرق بين سياسة ترامب الجديدة وسياسة الرئيس الأمريكي السابق قائلا: احتاج ترامب إلى 10 أشهر حتى يبدأ المواجهة الفعلية مع إيران، في الوقت الذي استغرق سلفه باراك أوباما 8 سنوات لإقراره ورمي طوق النجاة لها. وتساءل ظافر عن موقف قطر الداعم للنظام الإيراني على تويتر قائلا: لا أعلم كيف ستتعامل قطر مع استراتيجية ترامب ضد إيران بعد أن وضعتها أمام أمرين أحلاهما مر، فإما مع أمريكا ضد إيران أو مع إيران ضد أمريكا.